صباح الخير صباح النور دكتور محمد. أيوة يسعد صباحك من إذاعة نينار اف ام من دمشق الشام. أنا عمر عيبور. أهلا وسهلا أستاذ عمر، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. والله زمان ما حكينا مع بعض، بس عم نتابع نشاطاتك الفلكية. الله يخليك يا أستاذ عمر. أنت والجمعية الله يعطيك العافية يا رب. وين هلا بالجمعية لما بشي عمل ميد؟ أنا بالطريق، كان عندنا شغل على الطريق هلا. أنت عم تقود المركبة؟ تماما ماشي والله بصراحة. أنت ماشي ماشي هلا؟ صحيح. ومين معك من فريق العمل؟ ما في حدا. قلت يعني بجوز يكون معك حدا من فريق العمل من الجمعية الفلكية السورية. لا والله ما في حدا حاليا. شو طبعا احنا يعني فينا نقول بحس المواطن العادي انه الزلازل والهزات الى تراجع وانحسار. تمام صحيح 100% بشكل عام. واضح الامور عم تستقر بشكل كبير، وواضح معنا انه في هدوء بشكل كامل على الصفيحة. الناس قلقت من موضوع صالح تدمر، لكن ما شكل اي خطر، يعني صارت هزة ومشيت، فكانت طبيعية جدا، ومن الطبيعي انه يكون في عنا هيك هزات. وحتى انه ممكن نسمع باماكن اخرى يعني عديدة انه يعني يصير في هزات بسيطة، لانه الزلزال اللي صار في التشباط ما كان سهل. ما كان سهل اكيد، فعلا ما كان سهل اكيد. وعدم السهولة تبين لنا يا نعم عدم السهولة فين كان أكثر شيء؟ السبب عدم السهولة أنه أولا كان شدته كبيرة 7.8 عم نحكي، قسم لزلزالين مختلفين بمنطقتين مختلفتين اللي هي على الحدود السورية التركية وبوسط تركيا، يعني في كان عندنا زلزالين مختلفين تماما ببداية 6 شباط. بعد من الهزات الابتدائية الغزيرة خلينا نسميها كانت كمان عامل مميز لهذا الزلزال اللي صار في شباط. نعم طبعا نحن تابعنا كثير عن كثب، وعم نقول للناس يعني شيء صار وحصل، لكن ممكن نحن نكون برباطة جيش نتابع القضايا ونكتسب خبرات. صحيح صحيح، كثير نقطة مهمة انه نحن نكتسب خبرات ونجمع بيانات. الان نحن يعني بعملنا الان عم نجمع بيانات، عم نركز على موضوع البيانات لحتى نقدر على القليل نفسر هالبيانات مستقبلا، نبني عليها تنبؤات دقيقه جدا، نبني عليها معطيات، على الاقل يكون بين ايدينا معطيات علميه موثقه، نبتعد بقى ونسكر باب الاشاعات اللي زادت عن حدها وصارت غير منطقيه اطلاقا، يعني تعيش الناس برعب وخوف بشكل غير منطقي. كلام سليم، وفعلا بالمناسبه كان النصيحه دائما انه مواقع التواصل الاجتماعي ما تتصدق بكل ما تقوله، وبالتالي يعني نعتمد قدر الامكان، بدا هدوء واستقرار، بدا هيك بس شوي ترباط الجيش. تمام تمام بالضبط، يعني للاسف الشديد الاشاعات اخذت منحى كثير كثير سيء بهذا المجال وسببت رعب وحاله هلع كبيره كثير، وخاصه التناقل السريع للخبر اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ما تفضلت استاذ عمر، هي دعوه انه ناخذ المعلومه من مصدرها مهما كان، لا نتناقل الاخبار لانه كثير سمعنا قصص وحكايا. للاسف الشديد نحن اوعى من هيك، نحن اكبر من هيك، نحن افهم من هيك، اذكى من هيك، نوقف بقى الاشاعات لانه عم تقضي على مستقبلنا. اجى 7 آذار، اجى 8 آذار، ما صار شيء. اجى 26 شباط ما صار شيء، 28 شباط ما صار شيء، ولم يحدث اي شيء باذن الله. خلال دراساتنا بالجامعه وبالمدرسه يعني كان في تلميح انه هون في نشاط زلزالي كل شيء 200 سنه بيصير تقريبا، كل شيء 200 سنه تقريبا زايد ناقص بجوز سنوات. كلام سليم مبدئيا. صحيح، هلا هذا الكلام احصائي تنبؤ، يعني نحن اخر زلزال صار عام 1759 كان مدمر لسوريا، وبالتالي كنا متوقعين انه يكون الزلزال على الباب لانه صار له 200-300 سنه. وطبعا يعني لكن ان شاء الله هذا الزلزال حملنا يعني لقدام 100-200 سنه باذن الله تعالى واكثر باذن الله، بس لازم نكون مثل ما تفضلت استاذ عمر، نكون مستعدين. بس بدنا نصل لكل المواطنين عن جد، بدها هيك رباطه جيش انا بسميها، وهدوء، وحتى وقت تصير الهزه او الزلزال بوقف بمكان كثير محمي تقريبا. يعني في كثير قضايا لا شك انه الروح غاليه، لكن بدها هيك يعني انتباه وابتعاد عن المصادر الغير موثوقه. يعني صحيح بالضبط 100%، هذا كلام دقيق 100%، وهي امنيتنا صراحه ورجائنا.
شو نكون هلا اخر شيء، اخر ما حرر بالجمعيه الفلكيه السوريه؟ هلا نحن اخر ما حرر الان هاليومين نحن عم نركز على موضوعين منفصلين. الاول اللي هو موضوع الاحتباس الحراري وتاثيره الكبير اللي عم نشهده ببلادنا، كميات الامطار، التغيرات الجويه، التغيرات المناخيه اللي عم تصير أسوأ وأسوأ. النقطه الثانيه عم نركز عليها كل عام وانت بخير، نحن اقتربنا من هلال شهر رمضان، فنحن يوميا بنتابع القمر، حركه القمر، مدار القمر، وصولا الى يوم التماس هلال شهر رمضان المبارك اللي حيكون يوم عيد الام 21/3. صحيح، يوم مميز. يوم مميز فعلا يوم عيد الام. تماما، فحيكون ان شاء الله في رمضان هيك خير باذن الله. استاذ دكتور محمد عصيري، وانت رئيس الجمعيه، بدي اسالك، انا صار لي فاتح الحوار فتره لا باس فيها مع جماعه البيئه بشكل عام. تمام. على التغير المناخي، عن جد البيئة زعلانة من الإنسان، زعلانة منا، ما معقول إيش عم يعيث فساد يعني بعض الناس يعيثون فساد عنا وعن غير عنا حتى أكون دقيق. صحيح. فهذا التغير المناخي يعني مشكلة، مشكلة فعلا أستاذ عمر، مو بس صارت مشكلة، يعني نحن اليوم صرنا ما عم نقول عنا مشكلة بقدر ما عم نقول عنا كارثة فعليا. كارثة، يعني نحن اقترب، يعني دخلنا الخطر، مو أنه عم نقترب من الخطر، نحن دخلنا مرحلة الخطر تماما بموضوع البيئة، سواء كميات الامطار الغير متوازنه، البطولات الغير متوازنه، توزع الغيوم، توزع الامطار، التغيرات الحراريه بعالم كله، مو بس بسوريا يمكن اقل تاثرا، لكن فعلا نحن عم ناذي البيئه بشكل كثير مفرط، وهذا الكلام كثير كثير خطير بالاعوام القادمه، وكل ما رح نلمس هذا الشيء عام عن عام. عم نسال كل اللي عم نتصل فيه، ان كانوا مسؤولين ولا مواطنين، كيف بدنا نرجع البيئه صديقه لنا بهوائها ومائها وتربتها وهدوئها، هدوئها، هدوئها. صحيح. أول شيء نحافظ على البيئة، ما نرمي الأوساخ، نحن كأشخاص، يعني نحن عم نحكي أشخاص، يلي سيارته بطلع دخان أسود يدير باله عليها، يتابع الموضوع. بالنسبة كدول يجب أن يطبق مشروع معاهدة باريس للمناخ. معاهدة باريس للمناخ هي المعاهدة الرابعة للدول الأكثر تلويثا للمناخ كأمريكا وغيرها. يجب أن تخضع تلك الدول بالاستهلاك المفرق وإطلاق الكميات الهائلة من غاز الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون، أي يجب أن يكون رادع للمستثمرين في تلك الدول أن ينتبهوا للبيئة، لأنه فعليا هذا ما في حدود بالجو، هذا الهواء الملوث اللي بيبثوه هم عم يجي لعنا. صح. ففي معاهدة هي معاهدة باريس للمناخ رادعة بهالقصص، واضحة صريحة دقيقة يجب الالتزام فيها. والله الدول المتقدمة مع الأسف ما كتير رادين يعني، لكن نحن بدنا نضغط 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 قد ما بنقدر، عسى ولعل نقدر نساوي شيء لهالبيئة الحزنانة الحزينة الحزنانة. صحيح، نقول يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني إذا الإنسان أراد بإذن الله تعالى الله أكيد معه. إذا أراد فعلا الله سبحانه وتعالى بيكون مع الخير ومع الفعل الطيب. بتشكرك طبعا، وأنت دكتور محمد عصيري رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية، كان عندكم شغل كتير كتير وما زال، يعني هلأ ما خلصنا، ما هيك متابعين يمكن كل شيء أنتو؟ طبعا طبعا طبعا، اليوم كمان ينزل عنا تقرير عن موضوع الإشاعات اللي قالت تبع 8 آذار، يعني اليوم نحكي بشكل واضح أنه كيف اتهموا القمر البدر، قمر نصف شعبان، معقول معقول رح يسبب زلزال، اليوم ننكذب هذا الموضوع وننزل التقرير الواضح بهذا الشيء. عن جد يعني كيف بيستخفوا بعقول الناس، وشفنا ليلة النصف من شعبان ما شاء الله على هالبدر الجميل. صحيح. وقلنا أطيب الكلام، في عايشين مئات السنين نحن وياه. تماما تماما، يعني ما في شيء داعي للخوف أو الهلع. ما معقول قديش مواقع التواصل الاجتماعي البعض كتير أساء، البعض أساء كتير، البعض حتى نكون دقيقين، عم أقول البعض من مواقع التواصل الاجتماعي أساء، أساء كتير كثير كثير بصراحه، مو بس كثير كثير كثير، وزودها فعلا زودها، وللاسف الشديد عم نلاحظ انه بعض الناس للاسف عم تشتغل بهالموضوع من باب التسليه والفكاهه، التلاعب بمشاعر الناس. للاسف يعني. للاسف الشديد، على كل حنبقى على تواصل معك دكتور محمد عصيري، تحياتنا للجمعيه الفلكيه السوريه. بتحب تقول شيء بنهايه اتصالنا فيه؟ والله من خلال منبرك استاذ عمر، وانت غالي علي كثير كثير كثير، دعوه لكل المستمعين الكرام. نعم. كفى بقى نستمع لمواقع التواصل الاجتماعي والاشاعات، والاشاعات رجاء نهدي شوي، الامور طبيعيه، لا نخاف لا نهلع، كله هذا مبالغات، شفتوا شلون كل هالايام مضت وما حدث اي شيء، وبالتالي توقعات فرانك او غيره ليست مبنيه على اي معلومات علميه، الامور العلميه بتاخذوها من تم المختصين ابناء بلدكم،
وأبناء بلدكم هن الأكثر غيرة وخوف عليكم. ذكرتني بشغلة، نحن عايشين بالمنطقة 50-60 سنة تقريبا، أنا بعمري أكثر أقل ما في مشكلة، كان يصير حوالينا بدول نشيطة هزات أرضية تاني يوم ننساها، يعني كان ما كتير تأثر. مع جيت هذا الزلزال تأثر البعض حتى بالإشاعات مثل ما قلت. صحيح بالضبط، أنا حبيت هذا الزلزال صار عندنا، يعني الزلزال بسبب الحليل هذه الإشاعات اللي رافقته. أهلين دكتور، شكرا جزيلا من إذاعة نينار، وإن شاء الله كله خير لبلدنا. كله خير كله خير كله خير، الله يسلمك، شكرا جزيلا، يسعد صباحك، الله يسلمك.